الأخير دخل المباراة آملا في الفوز بلقب بطل الخريف، لكن هجومه عجز عن الوصول لمرمى الكاك. سيل من الهجمات والحملات المضادة لم تثمر أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. الجولة الثانية شهدت محاولات جدية من الجانبين، إلى أن نجح الفريق المضيف في الحصول على ضربة جزاء ترجمها رشيد برواس إلى هدف محقق لم يترك أي حظ للحارس الجرموني، ليرتكز اللعب في وسط الميدان وتنتهي المباراة التي حضرها جمهور غفير أثاث جنبات الملعب البلدي بفوز مستحق لممثل القنيطرة بهدف للا شيء.